فضلا وليس امرا، المرجو الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواتي اخواني، جينا لكم بفيديو جديد اللي بزاف ديال الناس كيتسناوه بفارغ الصبر، واللي شاغل فئة كبيرة من المغاربة مدة هادي. فهاد الظرفية العصيبة اللي كيدوز منها العالم بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة، بلا شك عرفتوا علاش كندوي. كنهضروا سيدي على الدعم المادي للناس اللي ما عندهمش لا سينيسيس، ما عندهمش بطاقة الرامض، واللي تضرروا بسبب هاد الجائحة. كنهضروا على فيروس كورونا المستجد. خليكم معنا، غادي نشوفوا كيفاش غادي تستافد هاد الفئة المستهدفة من هاد الدعم. وقبل ما نكمل، الا ما كنتيش مشترك في القناة، اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس باش يوصلك اي جديد. وبلا ما نوصيك، حيت عارفك غدير جامل الفيديو بلا ما تحس. بالنسبة للفئة المستهدفة، أول حاجة غنهضرو على الفئة المستهدفة. هذا التعويض كيهم الناس اللي توقفوا عن العمل بسبب هذا الوباء، واللي ما مسجلينش في لا سينيسيس وما عندهمش بطاقة الرامض، واللي كيخص أرباب الأسر فقط وماشي شي واحد آخر. وهذا الشيء ابتداء من يوم الجمعة 10 أبريل 2020 إلى 16 أبريل 2020، أي ما بين 10 أبريل و 16 أبريل اللي خاصك تسجل الطلب ديالك. داز 16 أبريل، ما بقاش مقبول أي طلب. بالنسبة لقدر التعويضات اللي غيستافدوا منها الناس، هي تماما بحال الناس اللي عندهم بطاقة الرامض واللي سبق ليهم استافدوا من هاد الدعم. كاينين 3 ديال الفئات: 800 درهم، 1000 درهم، 1200 درهم. بالنسبة ل 800 درهم، الفرد أو فردين، أي أسرة مكونة من فردين أو أقل. بالنسبة ل 1000 درهم، 3 أفراد أو 4 أفراد، أي الأسرة المكونة من 3 إلى 4 أفراد. بالنسبة ل 1200 درهم، الأسرة اللي مكونة من أكثر من 4 أفراد. وهذا الشيء كامل راح ترب الأسرة محسوب، يعني ما تنسوش تدخلوا رب الاسره منين يكون السيد عمر، منين تكونوا تعمروا. بالنسبه لهذا التعويض، غيكون المده ديال 3 شهور، غادي يكون شهر ابريل وشهر ماي وشهر يونيو. قد التسجيل سهله جدا، الا تبعتوا معايا غادي تفهموها. هنايا تقدروا تخدموا بالتليفون الذكي ديالكم اولا بالبيسي اللي كان موجود عندكم. اول حاجه كندخلوا لجوجل، كندخلوا للسيت اللي هو www.tadamoncovid.ma. هو دا كيطلع لنا اوتوماتيكمون الموقع الخاص لطلبات الدعم، كنكليكيو فيه. ها هو دا دخل لنا عمليه الدعم المؤقت للاسر العامله في القطاع غير المهيكل المتضرره من فيروس كورونا. طلب الدعم هنايا راه محددين لنا التعويضات، القدر ديال التعويضات اللي غنستافدوا منهم، اللي هي راه حنا فايت هضرنا عليها 800 درهم، 1000 درهم، 1200 درهم. دابا كنمشيو لبيانات شخصيه لصاحب الطلب. عندنا هنا 3 ديال المراحل: بيانات شخصيه لصاحب الطلب، هما دو هنا غنرجعوا باش نعمروهم. المرحله الثانيه بيانات مهنه صاحب الطلب، والمرحله الثالثه هي بيانات الاتصال بصاحب الطلب. غادي نبداو هنايا بالمرحله الاولى. اول حاجه بعدا قبل ما تبداو في هذه المعلومات وقبل ما تدخلوا للسيت، ضروري خاصكم تحطوا قدامكم لاكارت ناسيونال ديالكم. عندنا رقم البطاقه الوطنيه، كندخلوا رقم البطاقه الوطنيه ديالنا، هي دي او عندنا هكا. هنا دايرين الاسم العائلي بالفرنسيه كما مكتوب عندكم في لاكارت ناسيونال، غادي تنقلوه. عندنا هنا الاسم العائلي بالفرنسيه كما مكتوب عندكم في الكارت ناسيونال، خاصكم تكتبوه. عندنا الاسم العائلي بالعربيه، كان عندكم كلافي عرب في التليفون راه كتخدموا به، هنايا كنكتبوا السميه ديال. ما كانش عندكم راه مديرين لكم هنا واحد كلافي صغير كتكليكي فيه كيعطيك هنايا بالعربيه، وكتكتب هذا الشيء بالعربيه. عندنا ندوزو هنايا النوع، يعني اي واش ذكر ولا انثى. رب العمل رب الاسره بيان سور غادي يكون ذكر، ما كانش الاب
كان مثلا متوفي ولا شي حاجه، ولا كانت الزوجه مطلقه، كنديروا انثى. هنايا غنديروا ذكر. كنمشيو لتاريخ ازدياد، عندنا اليوم الشهر والسنه، وهنا دايرين لكم الفوق. مثلا كاينين شي وحدين ما كيكونش عندهم النهار والشهر، كاينين كيكون عندهم الشهر ما كيكونش عندهم النهار. هنايا غادي تكليكيو على لا اتوفر على يوم وشهر ازدياد. هنايا عندنا النهار والشهر، غادي نعمرو ديريكتومون. عندنا اليوم، واحد، عندنا الشهر، سنة، عندنا عدد أفراد الأسرة، كنحسبو الأب، كنحسبو الأم، وكنحسبو شحال ديال الدراري. مثلا نديرو أربعة. عندنا رقم، واحد الملاحظة، هاد النجمة هادي البلايص اللي فيهم النجمة ضروري يعمرو، بحال مثلا هنا عندنا النوع، عندنا عدد أفراد الأسرة ضروري تعمر فيها نجمة، عندنا رقم التعريف البنكي 24 رقم في حالة توفره. يعني هنا إذا كان عندكم الرقم التعريف البنكي اللي هو الريب كيكون فيه 24 رقم، هذه غادي تسهل عليكم باش توصلكم يوصلكم الفلوس للكونت ديالكم ديريكتومون. ما كانش عندكم ما كتعمروش. هنا كنمشيو لعنوان سكنة صاحب طلب. هنا بالنسبة للعنوان ماشي بالضروري ديروا اللي عندكم في لاكارت ناسيونال، حيت تقدروا تكونوا تسكنتوا في شي مدينه من بعد رحلتوا راه ما غتبدلوش لاكارت ناسيونال. يعني العنوان اللي كديروا هو العنوان فين نتوما ساكنين حاليا. عندنا هنايا اول حاجه عندنا العماله والاقليم، الجامعه او المقاطعه، الملحقه الاداريه. هنا انفو كتعمر كدير العماله او الاقليم، هو كيبقى يحدد لك البلايص الاخرين. مثلا نديروا هنايا عندنا الجامعة أو المقاطعة، عندنا اختر من القائمة الملحقة الإدارية. هنايا هو عطانا تقريبا غير المدينة اللي دايرين، عطانا المقاطعات اللي فيهم، نتوما كديروا للتابعين. هنايا وصلنا للعنوان السكن، كنديروا العنوان اللي ساكنين فيه. كندوزوا للمرحله الثانيه، هي بيانات مهنه صاحب طلب. هنا اول مرحله عندنا هي نوع النشاط. عندنا جوج ديال الفئات، كاين مياوم وكاين اجراء غير المصرح بهم ومهن مستقله. بالنسبة للمياوم الشرح ديالها هو خدام نهار بنهارو، يعني كنخرج كنقلب على رزقي، نهار خدام نهار ما خدامش. بحال مثلا واحد كيبيع الخضرة، واحد كيبيع كيفرش، المهم على حساب. بالنسبة للأجراء غير المصرح بهم، هي مثلا خدام في شركة، خدام في قهوة، خدام في صالون ديال الحلاقة، المشغل ديالو ما مديكلاريش به. وهاد التعويض هذا كيهم الفئات ديال الناس كاملين اللي ما مسجلينش في لا سي ان اس اس وما عندهمش بطاقه الرامن، وتوقفوا عن العمل بشرط توقفوا عند عمل بسبب الجائحه كورونا. مثلا هنا انا غادي ندير مياوم، عندي هنا قطاع النشاط اختار من القائمه، وهما هنايا عاطينك دي زيكزامبل. ما كنتيش انت كتنتمي لهاد القائمه اللي هنايا كدير اخر. هنا عندي المهنه المزاوله، انا ما عم كنعرفش بالعربيه، داكشي اللي عارف كتب واخا بالدارجه ماشي مشكل. هنايا دايرين عندي هنايا بائع متجول، تجربه عم اختار انا بائع متجول. هنايا غتكتب بالدارجه بالعربيه مقبوله، غدير لهم كنبيع مثلا الخضر، بائع خضر، داكشي اللي عارف كتبوه، المهم ما يكونش كذوب.
هنا تاريخ التوقف عن النشاط، يعني النهار فاش توقفتي عن النشاط ديالك. هنايا عندي واحد الملاحظه، هما دايرين افريل، دايرين ما بين مارس وافريل، يعني هاد التعويض هذا كيهم غير هاد الشهر ديال افريل. من بعد منين غتعوضوا من شهر ابريل عاد غادي يرجعوا يحلوا بالنسبه لشهر ماي وشهر 6 يونيو. احنا مثلا غنديروا 17 شهر 3 2020. هنا بيان طبيعه النشاط المهني المزاول. هنايا كتزيد تشرح لهم اشنو كدير، يعني هنا انا كنبيع الخضره، بائع خضر، ما تفكرش بزاف، داكشي اللي عارفو غتكتبو، داكشي اللي كدير غتكتبو، يعني واخا تكتب بالدارجه. هنا بيانات الاتصال بصاحب الطلب، وهذه ضروري بزاف تركزوا فيها. واخا مثلا يكون كيعمر لك ولدك، انا ما قاريش، يكون كيعمر لك ولدك، تكون كتعمر لك بنتك، فرقم الهاتف المحمول ضروري يكون ديال صاحب الطلب، يعني رب الاسره. مثلا هنا كنديروا نمرة التليفون ديالنا، كنديروا اضغط هنا للتحقق من الهاتف، كدير اضغط هنا للتحقق من الهاتف. لقد تم ارسال رساله نصيه قصيره لكم، هاي دي هي تضامن، هو رقم التحقق الخاص بكم. عندنا 9082، كتجي لهنا كتدخلوا 9082. هنا الا ما توصلتش برقم ديال التحقق تعطل عليك ولا شي حاجه، كدير هيا اذا لم تتوصل برمز التحقق اضغط هنا. من بعد كدير اشهد بصحه المعلومات المدلى بها في الطلب، يعني كتكوشي هذه. هنا كل غش او تصريح كاذب او تزييف ويعرض مرتكبه للمتابعات القانونيه والعقوبات المنصوص عليها في مجموعات القانون الجنائي. يعني اي غش اي حاجه راه غادي راه كاينه اللجنه اللي كتراقب هذا الشيء، يعني داك الشيء يكون صريح ويكون الوضوح ويكون كل شيء. وهذاك عندنا هنايا كنجيو لهاد الكابتشا هذه اللي هي كلمه التحقق. هنا عندي كدير المرجو ادخال محتوى الصوره، يعني هاد الارقام اللي كاينين هنايا كتعاود تنقلهم هنايا. عندي 88 640. من بعد احنا كملنا المعلومات كاملين عمرناهم، كنديروا تسجيل طلب. من بعد فاش كديروا تسجيل الطلب كتخرج لكم هاد لاباج، تم تسجيل طلبكم للتحقق من المعلومات المصرح بها. ملي كتحققوا من توافق ديال المعلومات، يعني لاكارت ناسيونال التابعه لداك السيد، ديك السميه اللي كتبتي بالفرنسيه صحيحه، السميه اللي كتبتي بالعربيه صحيحه، لا دات نيسونس صحيحه، يعني المعلومات كلشي اللي دخلتوهم صحاح، كيصيفطوا لكم ميساج في النمره اللي رسلتوا ليهم لقد تم القبول لطلبكم. ما كانتش موافقه كيصيفطوا لكم لقد تم رفض طلبكم. بالنسبه اللي ما غاديش يخلي ان الطلب ديالكم يتقبل، كما قلت لكم، هو اذا كان شي خطا في المعلومات اللي درتو، اولا كان شي واحد مستفد من الناس اللي استفدوا من السينيسيس، يعني المشغل ديالو تصرح به، اولا الناس اللي استفدوا من الرامد، فهادو النوامر ديالهم كيكونوا ديجا مبلوكين، يعني صافي راه استفد ما غاديش يعاود يستفد مره اخرى. داكشي علاش اي تزوير ولا اي غش في المعلومات فهذا راه عليه عقوبه، راه ديجا قلناها لكم وديجا راهم دايرينها لكم في السيت. كنتمنى يكون كل شيء واضح، وما تنساوش تتابعوا القناه ديالنا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. وشكرا